بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. اخوتي الاحبه، اليوم بدي احكي عن القديس يوحنا المعمدان يلي نحن عم نبلش نستعد لعيده ب 24 حزيران بتسعوي. بتبلش الجمعه 16، رح يكون كل يوم عندنا قديس صباحا قديس مساء مع زياح الصوره واحتفالات بليله عيده وعيده، بتشوفون على اسفل الشاشه عم بيمرقوا قدامكم. يوحنا المعمدان، أنا بدي أقرأ قطعة من الإنجيل يلي هو للقديس لوقا. في السنة 15 من حكم القيصر تيباريوس كان بيلاطس البنطي حاكما في اليهودية، وهيرودس واليا على الجليل، وأخوه فيليبوس واليا على إيطوريا وتراخونيتوس، ولسيانوس واليا على إبيليا، وحنان وكيافة رئيسين للكهنة. كانت كلمة الله إلى يوحنا بن زكريا في البرية، فجاء إلى نواحي الأردن يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتغفر لهم خطاياهم، كما كتب النبي إشعياء: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وتل ينخفض، والطرق المتعرجة تستقيم والوعيرة تصير سهلا، فيرى كل بشر خلاص الله. وكان يوحنا يقول للجمع الذين جاءوا ليعتمدوا على يده: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم إن أبانا هو إبراهيم، أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فإذن أخوتي الأحبة، هالقديس هو تكريمه من القرون الأولى، يعني من القرن الرابع، ويكرم يوحنا المعمدان بأكثر من عيد. يعني عنا عيد مولده ب 24، والأحد مولد يوحنا اللي بنستعد فيه لعيد الميلاد، وب 29 آب عنا عيد قطع رأس يوحنا المعمدان. العيد يلي بآب بيبرهن إنه يوحنا ثبت إيمانه بأفعاله، يعني ما ساوم على محبة الله، وهذا الشيء خلي انه ينقطع راسه من قبل الملك يلي كان يلي وعد بنت خيو انه بيعطيها نص مملكته. فاذا هذا القديس هو كان مثل ما سمعنا بالانجيل على ايام الملك تيباريوس يلي كان عم بي موجود، وكان عم بي بالبريه مع عدد من اليهود يلي ما بقى بدهم يعادوا بالمجتمع الروماني، لانه بيعتبروا المجتمع الروماني او الاحتلال الروماني ضيع المفهوم الأساسي للشريعة. حبوا يروحوا على برية اسمها برية قمران ويقعدوا هونيك ويرجعوا يقروا الكتب المقدسة ويستعدوا بالتوبة لمجيء المسيح. فإذا كل واحد كان ينضم لألون كان يتعمد بالمي ومعمودية فقط للتوبة، لأنه هو ترك العالم إجا وعن يستعد للمسيح. هذا الشيء كان يوحنا المعمدان هو الأساس، هو الداعي لألو وعمد يسوع المسيح. من هيك بنقول له يوحنا المعمدان او يوحنا المعمد يلي هو عمد الرب يسوع. ويسوع اكيد تعمد مش لانه خاطئ او بحاجه لتوبه، انما تضامن مع الخطاه، والتضامن الكبير كان مع الخطاه يمل كان على الصليب. اهم شيء بشخصيه يوحنا المعمدان هي جرأته، الجرأه يلي كان عنده اياها ويلي قدر وقف بوجه الملك هيرودس وبيقول له انه انت ما بيحق لك تاخذ مرت خيك لانه خيك بعضه طيب، هذا زنا وهذا تعدي على الشريعه وعلى تعليم الله. هالشي زعجه لهيرودس، زعجه لهيروديا، سبب انه هو يموت. في احد الرهبان اسمه بيدا بالقرون الاولى بيقول عن يوحنا المعمدان انه من طلب منه انه ينكر المسيح، لانه هيرودس او هيروديا ما طلبوا منه ما يبشر بالمسيح، بيقول طلبوا منه شيء خطر كتير وهو السكوت عن الحقيقة تبع الله. وديش نحن اليوم منساوم على الحقيقة، منساوم على كلام الله في سبيل رغباتنا، في سبيل ناس بتقاربنا من شدماء على حساب الله، وحتى لو هي غلطانة أو هي عم تبتعد عن طريق الرب. هالشخصية المهمة وهالجرأة اللي عند يوحنا المعمدان ليش؟ كيف انوجدت؟ هل ترى هو خلقين هيك؟ قوي عنده قوة عنده جرأة؟ لا، هذا كله بيرجع له، كان زلمي مصلي، كان زلمي دائما يرجع إلى كلمة الله في البرية، استمد هالقوة من هالشغلتين. ونحن بنعرف إنه يوحنا هو نتيجة صلاة بي وأمه، لأنه أمه كانت عاقر
نتيجة هذه الصلاة كان يوحنا المعمدان، واستمر هو في هذه الصلاة، واستمر بأنه يعبي من كلمة الله، لأنه بيعرف أنه كل الأنبياء لأنه كانوا جريئين كان الله معهم، وهني كانوا لهذه الجرأة من وراء الله. هو يعرف أنه حيكون جريء وحيكون الله موجود معه. فإذا نحن أخوتي الأحباء اليوم بهذا العيد بدنا نرجع نطلب شفاعة يوحنا المعمدان، ما نساوم على محبة يسوع المسيح، ما نساوم على كلامه، ما نساوم على الحقيقة. يمكن اليوم الدنيا بتتقدم والتكنولوجيا بتتقدم، بس كلمة الله مش معناتها بتصير بالي أو بتصير قديمة. بكلمة الله دائما هي موجودة، ودائما هي بحياتنا، ودائما هي كلمة حية بترشدنا وبتدلنا. نطلب كمان من الرب بشفاعة مار يوحنا المعمدان انه نضل حافظين دائما على اولويه الله بحياتنا، مثل ما هو كان محافظ على اولويه الله بحياته. ان شاء الله شفاعته بتكون لنا، لرعايتنا، لكل عائلاتنا تمشي حسب طريق الرب. ومثل ما قلت لكم بالاول، نحن بندعيكم على كنيسه مار يوحنا، تجوا حتى نصلي وحتى نزيح الصوره، نشترك بلقمه المحبه بليله العيد. كل عيد وانتم بخير.